بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أخواننا وأخواتنا طلاب وطالبات برنامج التعليم عن بعد بكلية الرسالة التطبيقية وخدمة المجتمع. نلتقي بحضراتكم في المحاضرة الثانية للبث المباشر، و يعني احنا اعتقد ان امورنا الحمد لله ماشية بشكل جيد، وكمان بيجيني طبعا عديد من الايميلات اللي الحمد لله بتثني على المحاضرات وعلى الشرح في المحاضرات، وأن الأمور واضحة بالنسبة لحضراتكم إلى حد كبير الحمد لله. الإيميلات اللي بتجيني في النواحي العلمية طبعا كلها أنا بستجيب لها مباشرة، وأعتقد الحمد لله ما بتأخرش في الرد عليها. كنا اتفقنا في المحاضرات السابقة وخاصة في محاضرة البث الأولى أن حيتم في محاضرات البث المراجعات. كنا رجعنا في المحاضرة الأولى الفصل الأول والثاني، إن شاء الله النهاردة بناخد الثالث والرابع والخامس إن شاء الله. ولو في عند حضراتكم أي أسئلة أو أي استفسار أنا مفيش مشكلة بالنسبة لي، أتواصل مع حضراتكم مباشرة ونجيب عليها بالتوقيت في نفس التوقيت يعني، وبالشكل الكافي إن شاء الله بإذن الله لحضراتكم. في المحاضرة السابقة احنا كنا اتناقشنا في الفصل الاول والتاني وانتهينا منهم. الفصل الثالث النهاردة ان شاء الله هنراجع مراجعتنا مراجعة سريعة، وانا براجع بقول الشكل السؤالي يجي هنا كذا عشان ليكوا طلبات كتير في ان احنا نحاول ان احنا نوضح او نظهر شكل الأسئلة إيه، على الرغم من إن دلوقتي في اختبار أول واختبار تاني، وهذا الاختبار أصبح شكل الأسئلة واضحة بالنسبة لحضراتكم. كانت المشكلة بالنسبة لكم شكل الأسئلة يبقى إزاي، وأعتقد إن هو من الاختبار من الواجب الأول والواجب التاني الأمور أصبحت واضحة، ما فيش فيها أي مشكلة، وأعتقد إن هي وضعية الأسئلة سهلة جدا وبشكل مباشر، وما بتحتاجش لحفظ إلا في الأجزاء اللي بيكون فيها طبعا تعداد، فأنت مضطر أن أنت يعني تحفظ فيها. النهاردة هنتكلم في الفصل الثالث اللي هو علاقة سلسلة التوريد بخدمة الزبون، وموضوع خدمة الزبون موضوع تسويقي بحت. النهاردة هنتكلم في يعني هي خدمة الزبون، وما هي سياسة خدمة الزبون، ايه العلاقة ما بينها وما بين اللوجستيات، واحنا سبق ان احنا قلنا اللوجستيات اللي هي نظم الامداد، اللوجستيكس اللي هي نظم الامداد، كيف يتم خلق قيمة للزبون، وكيف يتم ادارة علاقتنا مع الزبون وبشكل جيد، لان هو الزبون المحتوى الاساسي، هو الكور فاليو، هو البينبون او العمود الفقري لل سلسلة التوريد. طبعا بالنسبة لمفهوم خدمة الزبون، خدمة الزبون تعتبر عامل من العوامل المهمة جدا والمؤثرة جدا في نجاح المنظمات. هي عامل مهم بيؤثر في حصة المنظمة في السوق، كمان بيؤثر على دورة حياة المنتج من حيث طولها او قصرها. فطبعا كل ما كنت بخدم الزبون بشكل جيد، كل ما الزبون ارتبط بي، اقتنع بما اقدمه له من خدمات، فعلى هذا الاساس يرتبط او يحصل عنده نوع من الولاء للسلعة بتاعتي. فاذا حصل عنده نوع من الرضا والولاء للسلعة، ففي هذه الحالة بيستمر في شرائها، واستمراره في الشراء يؤدي الى ان انا حبيع اكتر، احقق ارباح اكتر، يؤدي الى نجاح اعمالي، ومن ثم
زيادة حجم مبيعاتي في السوق أو حصتي السوقية، وكمان بعض الـ 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 الأمور أو بعض الناس بتقول إن من الممكن إن أنا كمان مش فقط لغير إن أنا أعتمد على النجاح في الأعمال وإن أنا أحقق ماركت شير عالي، لأ بالعكس أنا من الممكن جدا إن أنا كمان مدة استمرار المنتج بتاعي اللي هو عنده قناعة بيه وعنده نوع من الولاء ليه يستمر في السوق لفترة طويلة طالما هو راضي عن هذا المنتج. عشان كده احنا محتاجين نتكلم في 3 نقاط مهمة جدا: تعرفنا لخدمة الزبون بشكل محدد، وشكل قيمة خدمة الزبون النهاردة ايه، او اللي هي الرؤية الحالية لخدمة الزبون وانواع خدمة الزبون. بالنسبة لخدمة الزبون نقدر نقول ان هي تعتبر بالنسبة لنا مقياس لمستوى أداء ومستوى فاعلية النظام بتاع التوريد بتاعي، هي مقياس لمستوى الأداء ومستوى الفاعلية بتاع النظام بتاع التوريد بتاعي. مثلا عايزين نعرف هل يتم تأدية خدمة الزبون بالنسبة لي بشكل جيد، ده من خلال مردود الزبون عندي أو تعليقه أو ارتباطه وولائه للسلعة بتاعتي. هنا احنا بنقدم له خدمة توفير السلعة في وقتها وفي مكانها، او ما يسمى بمنفعة الوقت والمكان. طبعا كل الهدف، كل المساعي اللي احنا بنسعاها في ذلك هو هدفها دايما ان احنا يعني نحاول نطمن الزبون، نحاول نقلل من القلق اللي عنده، ودي اهم حاجة انت بتسعى لها او بتحاول ان انت تعملها مع الزبون بتاعك. ده بالنسبة لمفهوم خدمة الزبون. احنا خدمة الزبون شكلها ايه او ما تتضمنه خدمة الزبون؟ قد تتضمن العديد والعديد من الامور، ولكن من الممكن ان احنا نذكر 3 محددين. ممكن ان خدمة الزبون تتضمن أداء وظيفة معينة للزبون. الأداء الوظيفة ده يعني مثلا أما بتجيني طلبية، وأنا كمورد بتجيني طلبية من إحدى الشركات الصناعية بتوريد مجموعة من المواد الخام أو عدد من المواد الخام أو أحجام معينة من الموارد الخام، فمن المفروض أن أنا أعالج هذه الطلبيات بسرعة وبشكل حاسم بحيث أن أنا أوفر للزبون بتاعي البضاعة بتاعته المطلوبة بنفس مواصفاتها اللي هو طالبها وفي نفس التوقيت وبنفس الكميات اللي هو طلبها. كمان ممكن تكون خدمة الزبون تاخد شكل مؤشر لقياس الأداء. من أمثلة عليها مثلا ان احنا نقول من المفروض ان انا اقدر اشحن الطلبيات اللي بتجيني بالكامل، او اقدر اشحن على الاقل 90% منها في مدة لا تتجاوز 24 ساعة. يعني مثلا يا اخواننا واخواتنا، لو افترضنا ان الشركة اللي احنا بنعمل فيها جالها طلبية، جالها مثلا 10 طلبيات، هذه الطلبيات العشر يفترض ان حضرتك في خلال 24 ساعة تكون انجزت، مش وصلت للزبون، انجزت تجهيز هذه الطلبات وجاهزة للشحن، بتخرج من عندك في خلال 24 ساعة، بتخرج من عندي في خلال 24 ساعة، توصل له بعد يوم بعد شهر بعد سنة، مش قصتنا. ده حسب المسافات وحسب الاتفاقات، ولكن احنا قصتنا امتى؟ قصتنا في ان انا انجز والبضاعة المطلوبة مني تخرج من متجري او من مخزني في خلال 24 ساعة بالظبط. ده مؤشر يقيس مستوى الاداء في هذه السلسلة او في العمل بتاع السلسلة. يمكن النظر لخدمة الزبون على انها فلسفة، وهنا بنقول فلسفة مشتركة لان هي العمل داخل سلسلة التوريد يتضمن العديد من المنظمات او الشركات بيشتركوا في رؤية، في وجهة نظر هي خدمة الزبون. كل منهم عايز يخدم الزبون الذي يليه، فهو في الحالة دي عشان كده بنقول عليها انها مشتركة. النهاردة بنبص لخدمة الزبون ازاي.
يمكن النظر لخدمة الزبون النهاردة على ان هي بتاخد، هي عملية لها مكان او بتقع ما بين ثلاث اطراف، هذه العملية تقع ما بين ثلاث اطراف. لم يعد البائع والمشتري زي ما احنا متعودين عليهم زمان، ولكن دلوقتي بنضاف لهم وسيط في الوسط، شخص ثالث. هذا الوسيط ممكن حضراتكم تبصوا له على ان هو مثلا الوكيل، بصوا له على ان هو السمسار اللي بيعرفنا ببعض او بيتم من خلال التعارف لاتمام العمليات. ده اشكال للطرف الثالث. العملية بتاعت التبادل دي بتتم بانتقال البضاعة او السلع من مكان لاخر او من منظمة لاخرى، فبيحصل زيادة لسعر البضاعة، يعني بتضيف قيمة او بيحصل ان بيتولد عندي قيمة مضافة. القيمة دي بتظهر بشكل من اثنين، قد يكون التعامل بيني وبين المورد بتاعي مرة واحدة، اول مرة اتعامل معه، او انا مش من المعتادين ان انا اتعامل معه، ففي الحالة دي بنسميها مدى قصير، عملية تبادل في مدى القصير، مش علاقتنا مش هتطول، انا بتعامل معاه لمرة مفردة فقط لا غير. اما اذا كان التعامل ممتد ولفترة زمنية طويلة، يعني زي ما يكون في بيني وبينه تعاقد، هذا التعاقد تعاقد استراتيجي لمدة سنوات طويلة يعني، ففي الحالة دي بنسميها عملية تبادل في المدى البعيد. انواع خدمة الزبون ممكن تتضمن ما يلي كأنواع وليست كل الأنواع. عندي طبعا أحاول أن أنا أخدم الزبون في أن أنا أعمل له مستندات تتناسب مع طبيعة العمل في شركته، أقدم له شروط مالية وشروط ائتمان تناسبه. يعني ممكن أنا الزبون جاي بيطلب طلبية معينة، بتلاقي بعض الموردين يقول لك ما أنا ما ببيعش إلا كاش، ده مورد، فبتلاقي إن الأسلوب بتاعه أو الشروط المالية والائتمانية بتاعته صعبة شوية، مكحفة شوية، لأن السوق النهاردة ما يقدرش يشتغل، أي تاجر أي رجل أعمال النهاردة ما يقدرش يشتغل كاش أون ديك، يعني يسد مباشرة بمجرد الشهر. إنما في ممكن تلاقي مورد تاني يقول لك والله احنا ممكن نبيع لك، ادفع 50% كاش و 50% على 3 شهور او على 6 شهور، ده يبقى طيب شوية الراجل ده. في واحد تاني بيتفهم الامور افضل من كده شوية، يبدأ يقول لك طيب بص يا ابني ادفع 10% كاش والباقي لما تبيع بضاعة، الباقي لما تخلص اللي عندك، وهكذا. فالشروط بتختلف، ودي اللي احنا بنتكلم عليها وبنسميها شروط مالية وائتمانية. هي ائتمان لان انت بتأتمنه على البضاعة، ومالية اللي هو طريقة السداد المالي للمؤسسة، وده بيختلف من شخص الى اخر او منظمة الى اخرى. كلما بسطت، كلما يسرت الامور على الزبون بتاعك، كلما كان التعامل معك افضل او اكتر. دايما حاول ان انت لما بتدي معاد محدد للتسليم لازم تسلم في نفس الموعد اللي انت محدده. البضاعة اللي انت هتبعتها له اديله خيارات لكيفية ارسالها ووسائل النقل وتكاليف النقل وتكاليف التوصيل والكلام ده. حاول ان انت تساعده في ان هو يروج عن بضاعته. كمان من ضمن انواع خدمة الزبون تركيب المنتج. تركيب المنتج يا اخوانا في حياتنا العامة، احنا لما بنشتري اي منتج وخاصة اذا كان تكنولوجي او اجهزة كهربائية في المنزل حتى عندنا، فبنبدأ ان احنا نتفق وندفع الفلوس، والشركة بتبعت الجهاز مع التكنيشن بتاعها عشان يجي يعمل عملية التركيب ويشرح لك ازاي تشغل ويعمل لك تيست ويعلمك تشغيله ازاي. فكل دي اللي هي عملية تركيب المنتج. بالنسبة بقى لسلاسل الامداد،
في طبعا آلات ومعدات ثقيلة والتكنولوجي بتاعها عالي جدا، فمش كل الناس بتبقى ادابتد او متعودة انها تتعامل معاها، فلازم ان الشركة اللي هي بتبيع لازم هي اللي تروح بعملية التركيب والتعليم والتدريب. بنكمل تركيب المنتج بان احنا ما بنركبش وبس، لا ده احنا نعمل بقى صيانة ونقدم احتياطي للسبير بارتس او اجزاء احتياطي للمعدة اللي احنا بنركبها، كمان ان احنا في حالة ان حصل عطل او مشكلة فيها يا اما بنستبدلها يا اما بنديلهم بديل ليهم يشغلهم حتى يتم الاصلاح بتاعها من خلالنا. في ما بعد ننتقل الى ثانيا اللي هي سياسة خدمة الزبون. خدمة الزبون مؤثرة جدا على المنظمة وعلى ثقافة المنظمة، عشان كده يمكن النظر لخدمة الزبون على انها خطة او برنامج استراتيجي. يمكن النظر لخدمة الزبون على انها خطة او برنامج استراتيجي. ليه؟ لان استراتيجي لان ممتد لفترة زمنية طويلة وهو مهم ان انا احققه. نيجي بقى لي كنا بنقول دلوقتي خطة او برنامج استراتيجي، يعني ايه استراتيجية؟ ازاي انفذ اهداف الموضوعة في سياساتي والالية بتاعت التحقيق بتاعت هذا البرنامج او تلك الاهداف. هناك مجموعة من العوامل تساعد على تحقيق او نجاح برنامج خدمة الزبون. دلوقتي عشان ينجح برنامج خدمة الزبون يجب ان يتوفر نقاط محددة. هذه النقاط بتتوالى او بتتتابع ومبنية على بعض. لازم مجلس الادارة او الادارة العليا في الشركة او المنظمة تكون هي اللي مبادرة بترويج ثقافة وتطبيق ثقافة خدمة الزبون، لان اخواننا واخواتنا لو ما جاتش من الادارة العليا مش هتمشي، محدش هيمشي، محدش هيعمل، محدش هينفذ، فلا بد ان يكون هناك تأكيد عليها من الادارة المشروع والادارة العليا تحديدا. نيجي للجزء الثاني بعد كده، اذا انت قررت ان انت تطبق برنامج لخدمة الزبون قلنا يجب ان الادارة هي اللي تبادر به، ثم بعد كده تبدأ ان هي تعمل نوع من تغيير الثقافة عند العاملين في الشركة بحيث ان العاملين دول يبقى عندهم نوع من الثقة والامان باهمية خدمة الزبون، الثقة والأمان بأهمية خدمة الزبون. دلوقتي عملية نشر أو تغيير الثقافة مش أمر سهل، لأن إحنا لو بصينا مثلا ودينا مثال على ثقافة المجتمع السعودي، هل الثقافة المتوارثة ما بين الأجيال من أجداد الجدود للجد للوالد وهكذا أو للأم واللي انت تربيت عليها في البيت سهل تغييرها؟ لا صعب. فالناس لما بتبقى متربية أو اشتغلت على نظام وأسلوب معين في عملها وجيت بتغير له هذا الأسلوب بيحصل نوع من مقاومة التغيير أيا كان اللي انت هتعمله، أيا كان الجديد اللي انت عايز تقدمه. فلذلك الناس بتبقى قلقانة او عندها نوع من الخيفة والتوجس من اللي جاي جديد ايا كان هذا الجديد شكله ايه. فعشان كده لازم ان انت اللي تحاول تغير من ثقافة المنظمة والعاملين عشان يكونوا مقتنعين باهمية خدمة الزبون اللي انت المفروض موجود عشان خاطر هذا الزبون. طيب
انت هتعمل نوع من تغيير الثقافة، وده يحتاج الى ان انت تستكمله بان انت طبعا تقدم نوع من البرامج التدريبية اللي ممكن تطور من مهارات الافراد، لان بدون تدريب مش هيطبق. انا هديله اوامر انه يطبق، هيطبق على قده على قد فهمه. لا، ده انا لازم ادربه، والتدريب واهمية التدريب بتبان في النواحي اللي زي دي بالذات. خلاص، احنا الادارة بدرت وبدأت هي اللي قالت، ثم بدأنا نعمل نوع من تغيير الثقافة عشان اقنع العمال اللي عندي او العاملين اللي عندي باهمية خدمة الزبون، ثم خدتهم دربتهم وعشان اطور من مهاراتهم عشان ازيد من قدراتهم. حاسبه انت عملت كل حاجة من عندك، فتبدأ في المرحلة اللي بعد كده ان انت تحط مجموعة من القواعد والمعايير اللي تمشي عليها، انظمة اجراءات عشان تضمن ان الناس اللي عندك في الشركة تقدم خدمة بشكل جيد للزبون. وعشان تحط الانظمة والاجراءات دي، فانت محتاج لخطة تستطيع من خلالها ان انت توصل للناس ازاي بيتم التغيير. الخطة دي لازم تكون بالتفصيل، عناصر خدمة الزبون طبعا من الناحية الزمنية يمكن خدمة الزبون على 3 مراحل: قبل الشراء وأثناء الشراء وبعد الشراء. حد لحضراتكم بعيدا عن السبلاي تشين أو سلاسل الإمداد والتوريد اللي احنا بندرسها، أمثلة من حياتنا العامة. عناصر الخدمة قبل الشراء اللي هو انت لما بتخش مكان او محل بيبدأ يعرض عليك البضاعة اللي عنده، ودي كذا ودي تليق عليك افضل وده وهكذا. مجرد العرض في الفاترين بره برضو خدمة قبل الشراء عشان تعرفوا ان البضاعة الفلانية. الاعلان خدمة قبل الشراء برضو عشان تعرفوا ان البضاعة موجودة عندي وموجودة بالسعر الفلاني وانها متوفر كذا، فده برضو من انواع خدمة قبل الشراء. وانا بدي لحضراتكم مثال ليس في السبلاي تشين او في سلاسل التوريد، ولكن انا بربط ده يا اخواننا واخواتنا بحياتنا العامه. اثناء الشراء دي خلاص طبعا اكيد كلنا فاهمينها، وزي ما انا قلت في المحاضره المسجله، خدمه اثناء الشراء وانت خدت قرار الشراء خلاص، مش وانت لسه داخل محل تتفرج. وانت داخل محل تتفرج وانت مرر من قدام الفاترين بتاعت المحل دي قبل الشراء. اما اثناء الشراء هي عملية الشراء انت بيتم وانت بتشتري، لما بتاخد قرار الشراء خدماته او مساعدته ليك دي تعتبر عناصر اثناء الشراء نفسه. عناصر اثناء الشراء نفسه يعني في التسعير، في التخفيض، في العروض اللي انت بتتماله، انت هتشتري كده طبعا هخليها لك بالسعر الفلاني، دي اثناء الشراء. ثم بعد كده بعد الشراء طبعا هي خدمة ما بعد البيع اللي هي التوصيل والتركيب والصيانة والكلام ده. اما بالنسبة بقى لسلاسل التوريد فهنشوفهم دول من خلال الرسمة دي. عناصر خدمة الزبون قبل الشراء ممكن تتمثل فيه، من الممكن ان هي تتمثل فيه. الو، اوكي. ربما ان انت تحاول ان انت تخدمه بان انت تقدم له كشف بالعقد او بالبوليصة اللي بينك وبينه، وان انت لما تسلمه بتسلمه برضه بكشف عشان يقدر يحصر البضاعة اللي بيستلمها ويعرف انواعها واصنافها والجريد بتاعتها، يتوفر له هيكل تنظيمي يعرف يتعامل معاه بسهولة وبيسر. السيستم اللي انت بتشتغل عليه يكون سيستم مرن. اما عناصر اثناء الشراء برضو في سلسلة التوريد مش في حياتنا العامة، المثال اللي كنا بنديه شوية كان في حياتنا العامة. اثناء الشراء بقى بتعرفه مخزونك قد ايه، ممكن يخلص امتى، لو هو ادالك اوردر او ادالك طلب او طلبية فلازم ان انت تبلغ بيه المخزن بتاعك وتبدأ تعمل دورة الطلب بتاعتك وتمشيها من اول ما بتجهز
وهناخد دي في بعد شوية في نفس الفصل. من أول ما بتجهز البضاعة بتاعتك لغاية ما بتشحنها وبعد كده تصل إلى العميل بتاعك. عناصر بعد الشراء، طبعا ما بعد الشراء طبعا احنا عارفين التركيب والضمان والتبديل والإصلاح. قواعد خدمة الزبون، هل خدمة الزبون ينظر ليها نظرة واحدة من كل الناس؟ لا، هناك اتجاهات مختلفة، هناك قواعد مختلفة. في بعض الناس تنظر لخدمة الزبون على ان هي نشاط، يعني شغلانة وظيفة بيأديها وخلاص. وفي ناس بت 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 بتنظر لخدمة الزبون على ان هي اساس اداؤه، وكل ما كان خدمة الزبون بتاعته اعلى كل ما كان مستوى اداؤه اعلى. يعني بينظر الى خدمة الزبون على انها مقياس للاداء. وفي بعض الناس بتنظر لخدمة الزبون على ان هي فلسفة، يعني فلسفتي ما اؤمن به، ثقافتي اللي انا اؤمن بها هي ان خدمة الزبون امر واجب ومهم وضروري بالنسبة لي. تعالوا نشوف الكلام ده واحدة واحدة. خدمة الزبون كنشاط بنقول ده يعتبر مستوى من المستويات بتاعت خدمة الزبون، وبينظر لي خدمة الزبون على ان هي مهمة يجب ان تؤدى او يتم انجازها. كمقياس بيحط مقاييس لقياس الاداء، وكل ما كان بينفذ هذه المقاييس كل ما كان خدمته للزبون مستواها اعلى. من ضمن المقاييس دي مثلا ان هو هيسلم قد ايه او نسبة قد ايه في المية من الطلبيات اللي بتجيله وبيسلمها في وقتها وهي كاملة. دي برضه من مقاييس الاداء، اللي كل ما كان مقاييس الاداء بتاعك بينفذ بشكل جيد كل ما كان ده بيقول ان خدمة الزبون عندك مستواها جيد. خدمة الزبون كفلسفة ده مستوى عالي بقى شوية، وبيعتبر ان احنا فلسفتنا معتقداتنا ميثاقنا هو خدمة الزبون، عشان يحاول يقنع الزبون وان انا بقدم لك اعلى مستويات الاداء او اعلى مستويات الخدمة. خدوا بالكم الجزء ده اللي جاي ده يا اخوانا، ايه هي العلاقة ما بين اللوجستيات او الامداد يعني وعناصر مفهوم الزبون؟ بترتبط اللوجستيات بخدمة الزبون باربع عناصر: الوقت والاعتمادية والاتصالات والملائمة. الوقت من الامور المهمة جدا بالنسبة للبايع وبالنسبة للمشتري، لان المشتري لو في اعتمادية عند المورد اقدر اعتمد عليه وموثوق وما بيخلش بكلامه او بيسلم في نفس التوقيت، يستطيع المشتري ان هو يخفض تماما من حجم المخزون لادنى حد ممكن، ودي من مكاسب العملية دي. طب هو هيخفض المخزون بتاعه ليه؟ إذا كان المورد بتاعي بيجيب لي بتاعتي بالكمية اللي أنا عايزها وبالمواصفات اللي أنا عايزها في التوقيت اللي أنا عايزه، أحتفظ بمخزون كتير ليه؟ هو مش معناته إن هو مش هيحتفظ بمخزون، لا، هيحتفظ بمخزون يكفي تشغيل الشركة بتاعته أو الإنتاج بتاعه لغاية ما بتيجي الطلبية اللي بعد كده. ممكن الطلبية يكون بيبعت لك بقى بتاعتك كل يوم، كل يومين ثلاثة، كل أسبوع، أيا كان. المهم إن أنت بتبقى مش محتاج لتخزين. ده بيوفر عليك في التكاليف بتاعت التصنيع. تقول لي التخزين بيوفر؟ طبعا. التوفير بيجي منين؟ بوفر في الرأس المال المستثمر الراكد اللي محطوط في المخزون، بوفر في المخازن وتكاليف المخازن وإيجار المخازن وعمالة المخازن وآلات ومعدات التخزين. فده بيخفض من تكاليف التصنيع نفسها، فبيدي لك هامش ربحية أعلى، فبتحقق أرباح أعلى، وده بيدي ثقل للشركة بتاعتك وبيدي مصداقية للشركة بتاعتك اكتر. كمان في الحالة دي لما بتكسب اكتر او بتحقق ارباح اكتر هتستطيع ان انت توزع ارباح اكتر للمساهمين، فده بيغلي او بيرفع من قيمة الاسهم بتاعتك او القيمة السوقية للسهم بتاعك. يعني مكاسب من كل ناحية. الوقت يا اخواننا واخواتنا بقسمه لاربع اصناف، من داخله لاربع اصناف. اولا وقت تنفيذ الطلبية، ووقت تنفيذ الطلبية ده الاشمل والاعم. تعالوا نشوف هنا.
نمرة واحد زي ما انتم حضراتكم شايفين كده وقت تنفيذ الطلب او وقت تنفيذ الطلبية. هذا الوقت اللي هو نمرة واحد يتضمن داخله ثلاث اصناف، اثنين وثلاثة واربعة. يعني لو قلت وقت شحن الطلب زائد وقت تحقيقة الطلب زائد وقت معالجة الطلب يساوي وقت تنفيذ الطلب، يبقى وقت تنفيذ الطلب يشمل الثلاثة. طب حديكم مثال رقمي عشان تاخدوا بالكم، لان ده ممكن يجيني في 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 في, في تمرين، وهحط لك اختيارات اكيد يعني، لان احنا اختباراتنا اختيارية. لو قلت لحضرتك واسمع كويس، يدعي احد الموردين ان وقت تنفيذ الطلب لديه هو 12 ساعة. وقت التنفيذ يا رجالة، وقت التنفيذ يا اخواتنا هو 12 ساعة. فاذا كان وقت معالجة الطلب 7 ساعات ووقت تهيئة الطلب ساعات ووقت تهيئة الطلب 3 ساعات، يبقى انا عندي المعالجة 7 والتهيئة 3، مجموعهم كام؟ 10. فما هو وقت شحن الطلب؟ ما هو احنا قلنا ان هو بيدعي ان وقت تنفيذ الطلب 12 ساعة، وبعدين وقت المعالجة 7 ووقت التهيئة 3، يبقى 7 و 3 10، 10 من ال 12 يدلنا 2 او ساعتين هو وقت شحن الطلب. ده مثال ممكن يجي في شكل من الاشكال بالنسبة للاختبار. وممكن يقول لك وقت شحن الطلب 2 ووقت تهيئة الطلب 3 ووقت معالجة الطلب 7. والله لو سمحت احسب لنا وقت تنفيذ الطلب، هتجمع التلاتة على بعض هيدلنا وقت تنفيذ الطلب اللي هو ب 12 ساعة. ادي تعريف للاوقات الاربعة. وقت التنفيذ اللي هو بيشمل تنفيذ الطلب من بدايته لنهايته، يعني عشان كده شامل كله. اما المعالجة فده عملية اللي هي تعتبر بالنسبة لنا التجهيز عشان اشحن، اما التهيئة تعبئة وتغليف برضو عشان الشحن، اما الشحن فهو ان احنا من ساعة ما بتخرج البضاعة من عندي من مخزني وتحط على عربيات النقل لغاية ما بتوصل للمشتري نفسه في المخازن بتاعته او في ارضه. ده بالنسبة للوقت. نيجي بقى النمرة 2 الاعتمادية. الاعتمادية هو الرجل اللي انا بتعامل معاه كمورد يعتمد عليه. والله اذا كان يعتمد عليه يعني موثوق، يعني كلمته واحدة، يعني في الميعاد بيسلم وبالكميات اللي احنا عايزينها، ده بيساعدني في ان انا زي ما قلت ايه اخفض من مستوى المخزون الى ادنى حد ممكن. بالنسبة لرقم جيم الاتصالات، طبعا وسائل الاتصال دي تعتبر من الحاجات المهمة جدا واللي انت لابد ان تعتمد عليها للتواصل مع العميل بتاعك. حديكم مثال يا اخواننا واخواتنا، بتيجي حضرتك تعمل مثلا الصيانة بتاعت السيارة النهاردة في الوكالة، بعد الظهر بتلاقي المركز الرئيسي بتاع الوكالة سواء كان في الرياض في جدة او الى اخره بيتصل بيك، والله انت كنت عندنا النهاردة، يا ترى الخدمة بتاعتنا عجبتك، يا ترى هم عملوا لك كل اللي انت عايزه، يا ترى يا ترى. المهم ان هو بيحاول يعرف منك انت قد ايه راضي. دي وسيلة اتصال، نوع من انواع الاتصالات اللي بتحصل ما بين الزبون والبايع والمشتري اسف. الملائمة دي تعتبر مستوى من مستويات الخدمة، ان هي تكون تلائم متطلبات العميل بتاعي. في رابعا هنتكلم على خلق قيمة الزبون. عايز اخلي للزبون بتاعي قيمة. طب عشان نفهمها اخواننا واخواتها، تعالوا شوفوا الرسمة دي. انا كمصنع بتكلف تكاليف معينة، في المقابل كل تكلفة انا بتكلفها كمصنع بيحصل الزبون بتاعي على نوع من المنافع او منفعة من المنافع. كل تكلفة من تكاليفي دول اللي انا بتكلفها بيبقى الهدف منها ان انا احقق هذا الربح، مش ان انا اخدم بالشكل ده، مش ان انا احقق المنافع دي، ولكن فعلا تؤدي الى تحقيق هذه المنافع للزبون، ولذلك بيبقى عنده نوع من القناعة من الرضا. انا بتكلف تكاليف تصنيع عشان اصنع، وفي نفس الوقت بصنع بالشكل اللي يناسب العميل بتاعي، و التصنيع بالشكل اللي يناسب العميل بتاعي ده بيخليه يحصل على منفعة شكلية. مش فاهمين؟ بص على الجوال اللي في ايد حضرتك، بصي على الجوال اللي في ايدك يا ستي. الجوال بتاع حضرتك مثلا لونه سيلفر ولا جولد ولا بلاك، انت اللي مختار اللون.
انت عايز الجوال اللي هو التاتش، عايز الجوال اللي هو لونه مش عارف ايه، عايز الجوال العريض، عايز الجوال الرقيق، كل دي مواصفات شكلية، كل دي منافع شكلية انت بتتحصل عليها من عملية التصنيع. وعشان هو يصنع كمورد او كمصنع لابد ان يتكلف. ننتقل على النوع التاني، بعد ما صنع عايز يسوق، فبيصرف مصاريف علشان الترويج والاعلان والتسويق، في مقابل ان هو بيسوق لك يعني بيبيع لك، انت بتحصل على السلعة او البضاعة بتتملكها، فبنسميها منفعة حيازة او تملك. منفعة الحيازة والتملك دي بتخليك انت مالك الشيء ولا يستطيع احد انه يستخدمه غيرك او يستفيد به غيرك. ثم بعد كده هو لما باع لك وانت تملكت وانت واقف دلوقتي، بيبعت لك البضاعة على البيت وبيبعت لك معها التكنيشن عشان يركب. فهنا في الحالة دي بنسميها تكاليف اللوجستيات او التكاليف بتاعة الخدمة. هذه التكاليف في مقابلها انت كمشتري بتحصل على منفعة مكانية. زمن ايه المنفعة؟ ان هو بيجيبه لك لغاية البيت مكانية وفي زمنية في الوقت اللي انت عايزه. في مقابل هذه التكاليف الثلاثة، 1، 2، 3، الراجل ده كمصنع بيحصل على ربح وانت بتحصل على قيمة مضافة كعميل. إدارة العلاقات مع الزبون، كيف تدار علاقاتنا مع الزبون؟ ودي نقطة من النقاط المهمة جدا، نقطة من النقاط المهمة جدا بالنسبة لنا. يجب أن تدار علاقتنا مع الزبون بشكل جيد، بشكل رائع، لأن كل ما أنت حاولت تحضن تبقى قريب من الزبون بتاعك، كل ما هو كمان حضن فيك. هو كل ما كان هو بيحاول أن هو يحصل على أكبر منافع منك، فبيستمر في شراء للسلع بتاعتك بسبب ان هو راضي عن بضاعتك، فبيحصل نوع عنده نوع من الولاء. الولاء ده يا اخواننا واخواتنا عشان نعرفه، هو التزام شخصي من الزبون بانه يكرر شراه او تعامله في نفس السلعة ولفترة زمنية مستقبلية. ده معنى الولاء، يعني ان انا دايما متعود اشتري الصنف الفلاني، ده ما يسمى الولاء. والولاء يؤدي الى القناعة، وهذه القناعة هي اللي بتولد عنده نوع من القيمة، يشعر بالقيمة في الشيء اللي بيقتنيه، يشعر بالقيمة ليه عندك. ثم النوع الثاني وهو قناعة الزبون، واحنا قلناه. ثم بعد كده ادراك الزبون. ايه هو ادراك الزبون؟ ايه هو ادراك الزبون؟ ادراك الزبون للقيمة اللي بيحصل عليها. ودول عادة ما بيفترض الناس او الزباين بتشعر بنوع من القناعة في الاول، وبعدين تبدأ تنظر لك كمؤسسة او تنظر لك على ان ليك ايمج او صورة ذهنية معينة، فبتكبر من قيمتك. يعني النهاردة اخوانا انا عايز اقربها شوية، انا بفكر اشتري عربية. اول ما حد فينا بفكر اشتري عربية بيجي في باله ايه؟ المرسيدس، حتى لو مش قادر اشتريها. ست البيت لو عايزة تشتري مثلا تلفزيون LCD او LED او الاخرة، اول ما بيخطر على بالها طبعا السامسونج، او في بعض الناس يعني السوني. فده القيمة بتاعت المنظمة عندك بقى. إدارة علاقتك بالزبون عملية مهمة، دايما تركز على الزبون وعلى قوة نفوذ الزبون. ده بالنسبة لنا الجزء اللي هو يعتبر مرتبط بالفصل الثالث. كويس ان احنا انهينا الفصل الثالث هنا. طبعا اخواننا اخواتنا اذان المغرب الان، فاحنا هناخد بريك او راحة لمدة 10 دقائق، وبعدين نعود بعدها ان شاء الله لمتابعة المحاضرة بتاعتنا بعد صلاة المغرب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مجددا أخواننا وأخواتنا طلاب وطالبات مقر ثلاث الإمداد والتوريد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع عمل التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد بجامعة الدمام. أنهينا من دقائق قبل صلاة المغرب الفصل الثالث، ان شاء الله ننتقل لمراجعة الفصل الرابع وبنفس الوقت بنفس الشكل، بحيث ان احنا نحاول نجمع حتى الخامس بإذن الله اللي هو حضراتكم ان شاء الله هيبقى مطالبين به في المترم الاسبوع القادم ان شاء الله، او الاختبار الفصلي الاسبوع القادم ان شاء الله. يبقى الاختبار الفصلي لحضراتكم ان شاء الله من الفصل الاول وحتى الفصل الخامس. بالنسبة للفصل الرابع بيتكلم عن الجودة، ونقطة مهمة جدا من نقاطنا اللي هنتكلم فيها، احنا هنتكلم في الخمس نقاط او الاربع نقاط بتوعنا، ولكن يعتبر من النقاط المهمة جدا، هو تقريبا نص الفصل بالكامل إدارة الجودة الشاملة، ثم موضوع مطابقة التوريد مع الطلب واللي هورده حسب الطلبية اللي جياني ومراجعة ده على ده، والراجل المورد بيبقى عايز ايه والراجل المشتري عايز ايه، ده الجزئية الخاصة بطبقة التوريد مع الطلب. اما موضوعنا النهاردة هنا فالاول اللي احنا هنبدأ فيه من الاربع اجزاء هو تحديد وادارة الجودة ويرتبط ويتعلق بادارة الجودة الشاملة، ثم بعد كده هنتكلم في مطابقة التوريد، وبعدين مصادر المعلومات والتوريد، واختيار السعر المناسب للشراء، وده في المفاوضة او التفاوض ما بين كل من المورد والمشتري. هنبدأ الأول بالجزئية دي، وزي ما بقول لحضراتكم هي الجزء الأهم من الأربع نقاط، وبقول هو نص الفصل، وهتلاقوا فيه نقاط كتير جدا في الاختبار المتر. طبعا احنا بالنسبة لاختبار المتر برفع حوالي تقريبا 60 سؤال راندملي، بيجي لك عدد سؤال اسئله معين، مش طبعا الستين سؤال، بيجي لك عدد محدد. العدد اللي بيجي لحضرتك وارد يجي فيه اجزاء كتير من مفهوم اداره الجوده الشامله ونظام اداره الجوده الشامله. تقريبا لما برفع الاسئله برفع حوالي 12 سؤال تقريبا من كل فصل من الفصول الخمسه، فخمسه في 12 ب 60 برفع 60 سؤال بالضبط بالنسبه لهذه الجزئيه. نيجي بقى نتكلم على نظام إدارة الجودة الشاملة. قال لي ده عبارة عن ان احنا بنعمل نوع من التفاعل ما بين شوية مدخلات، هذه المدخلات زي الافراد زي الو واضح ان احد زملائنا حاول الاتصال ولكن في مشكلة في الاتصال، ف يعني بيحاول الاتصال مرة اخرى، ولو في اسئلة انا مع حضراتكم بكل في كل اللي انتم محتاجينه. قلنا ان هو نوع من التفاعل اللي بيحصل ما بين شوية مدخلات، هذه المدخلات دي عبارة عن افراد، عبارة عن سياسات، عبارة عن اساليب، اجهزة، عشان ايه؟ عشان اقدم منتج نهائي ذو جودة، عشان اقدم جودة في المخرجات بتاعتي. يبقى انا بتكلم على مدخلات ومخرجات، يعني كده احنا بتكلم على ما يسمى بنظام او بمفهوم النظم، مدخلاتي وعمليات التشغيل اللي بتتم عليها، ثم المخرجات، يعني يمكن النظر الى مفهوم ادارة الجودة الشاملة او الى نظام ادارة الجودة الشاملة على انه يعتبر فلسفة ادارية فيها ادوات واساليب للتطبيق. نيجي بعد كده لنوعين من المبادئ، ولو سمحتوا خدوا بالكم منهم علشان برضو اسئلة المتر. في الفصل ده في نوعين من المبادئ، في المبادئ الاساسيه لفلسفه الجوده الشامله اللي هي موجوده في السلايد رقم 5، ثم بعد كده بشويه في السلايد اللي هو رقم
8 اللي هي المبادئ الحيوية لإدارة الجودة الشاملة. يبقى في مبادئ أساسية وفي مبادئ حيوية، وميزوا ما بينهم عشان الاختبار برضو بتاع الميد تيرم. الجزئية الأولى وهي المبادئ الأساسية لإدارة الجودة الشاملة، هم 3 مبادئ أساسية، أولهم التركيز على رضا العميل، أهم حاجة عندي إن العميل يكون راضي. المبدأ الثاني فرق العمل، ودي من المبادئ المهمة جدا اللي بنشوفها وإحنا بنشتغل يعني برا منطقتنا العربية غالبا، أو لما بندرس برا. من أهم النقاط اللي بيركز عليها، عندك استعداد تعمل في فريق، وعندك استعداد ان انت تقود، عندك استعداد تكون لست القائد وواحد في الفريق، دي مهمة جدا. طبعا اخواننا واخواتنا زي ما هو معلن قدام حضراتكم ان المايك متاح ومفتوح لكل الطلاب، وعشان الاسئلة او الاستفسارات في اي وقت ان شاء الله. اكمل تاني بالنسبة للمساهمة الجماعية وفرق العمل، ايه فايدتها؟ لا يمكن ان احنا مهما حصلنا على درجات علمية لما ندخل لمجال العمل نلاقي نفسنا عندنا القدرة والكفاءة الكاملة. عندنا قدرة وكفاءة ممكن حسب التعليم اللي انت حصلت عليه، ولكن الكاملة يعني بنسبة 100% ان انت تؤدي الوظيفة او المهام المطلوبة منك. فطبعا بالحقوق بالعمل وبيحطوك في وسط مجموعة او بيحطوك مع واحد قديم عشان يعلمك الحرفية بتاعة المجال اللي انت بتعمل فيه ايا كان طبيعة العمل اللي انت بتعمل. وهنا الفايدة المهمة جدا من فرق العمل، نقل الخبرات والمهارات، لان المعرفة او المهارة دي ده شيء ضمني موجود جوه البني ادم. المعرفة بالذات ضمنية، ما بتسجلش في كتب وما بتسجلش على محاضرات. فالمعرفة حاجة خدوا بالكم، والتعليم والتربية ده قصة تانية. المعرفة تراكم ورصيد علمي وتطبيقي، مش علمي بس، وتطبيقي لما تعلمه. دي اللي فيها الحرفية، ودي مش هتبقى من السهل اكتسابها، ما باخدش فيها شهادات، انما بتنقل من خلال فرق العمل. اما المبدأ الثالث فهو التحسين المستمر على نوعية العمليات والمخرجات. التحسين المستمر على نوعية العمليات والمخرجات ده هدفه ان انت تعمل نوع من التحسين على مخرجاتك وعلى العمليات اللي بتؤدي الى هذه المخرجات، بحيث ان انت تستمر باستمرار في تقديم جودة اعلى مما وصلت ليه. حد مثال بسيط يا اخواننا واخواتنا، ودايما ده انا بتكلم فيه، بصوا النهاردة للجوالات اللي في ايديكم، هتلاقي ان نص الجوالات اللي في ايدينا يا اما الايفون يا اما السامسونج الجالاكسي. طيب من 5 6 7 سنين بالكتير، لو قلت لك تعالى اشتري جهاز اسمه سامسونج جالاكسي، ولا قلت لك تعالى اشتري جهاز اسمه ايفون، يمكن تقول لي لا ايه ده انت بتتكلم على ايه، انا رايح اشتري جوال نوكيا. للاسف نوكيا ما قدمتش تطوير او تحسين مستمر على عملياتها، ما طورتش على المخرجات او على المنتج بتاعها باستمرار، فتوقفت. النهارده اتباعت. مين بيطور باستمرار النهارده؟ الايفون والسامسونج. سامسونج يمكن ممكن تصدر اصدارين، والايفون بيصدر اصدارين 3 في السنة من نفس الوضع. يعني مثلا عندك الايفون النهاردة في 6 منه و 6 اس، وعندنا برضو 6 بالنسبة للجالاكسي. فكل شوية معنى كده ان هو بيتطور. الرسمة دي للتفهيم عشان افهم، مش علشان ان انا احفظها. الرسمة دي يا اخوانا بتقول كانت الناس الاول بتدور على مستوى جودة شكله ايه، وبعدين انتقل لمستوى ايه، ثم النهاردة ايه.
ده ارتبط بالمفاهيم. الأول كانت الناس بتعتني أو بتعنى بحاجة واحدة اسمها الكواليتي كنترول أو رقابة الجودة. رقابة الجودة أو تطبيق الجودة كان ما بيعنيش إلا بإن أنا أخرج منتج ذو جودة وبس. ثم بعد كده زادت العملية شوية فبقى بيهتم بالمخرج بتاعه يكون كويس، برودكت بتاعه يكون كويس، وكمان العمليات اللي تؤدى عشان أنتج هذا المنتج، العمليات اللي بنأديها عشان تنتج هذا المنتج. ودي كانوا سموها الكواليتي أشورنس، توكيد الجودة. انتقلنا بقى إلى ما هو أعلى وهو الوضع الأخير اللي احنا فيه اللي هي التوتال كواليتي مانجمنت. التوتال كواليتي مانجمنت بتتكلم على ان انا مشملش مجرد المنتج بس، او ما يبقاش الجودة بتاعتي في جودي في في في, في منتجي او في عملياتي اللي انا بنتج من خلالها، لا، وكمان الشركة، يعني برودكتس وبروسيس والكامباني نفسها، الشركة نفسها، عشان تبقى توتال جودة شاملة لكل المنظومة بالكامل من الالف للياء. البنية التحتية هي الأساس والدواعم اللي بتقوم عليها نظام إدارة الجودة الشاملة، واللي بتؤدي إلى تطبيق ما يسمى بالمبادئ الحيوية، والمبادئ الحيوية بتاعتنا 6 مبادئ حيوية: القيادة، التخطيط الاستراتيجي، إدارة البيانات والمعلومات، العمليات الإدارية، إدارة التوريد، إدارة الموارد البشرية. وأكد تاني يا أخواننا وأخواتنا، خدوا بالكم لو سمحتوا، في حاجة عندنا اسمها المبادئ الأساسية، دول 3، ودول اللي هم رضا العميل وفرق العمل والتحسين المستمر. اما النوع الثاني من المبادئ هي المبادئ الحيوية لإدارة الجودة الشاملة، ودول 6 اللي قدام حضراتكم. برضو دي رسمة لتوضيح نموذج التك يو ام او التوتال كواليتي مانجمنت او إدارة الجودة الشاملة. كاستمر فوكس، تركيز على العميل، وبعدين اخطط العمليات، وبعدين ادير هذه العمليات وانفذ، وده بيؤدي في النهاية إلى ما يسمى بالتوتال بارتيسيبيشن أو المشاركة الإجمالية الفعالة. الجودة نفسها بقى كجودة، بعيدا عن إدارة الجودة الشاملة، يعني إيه؟ هي شوية مواصفات أو خصائص موجودة في سلعة، هذه المواصفات ترضيك أنت كعميل، وإذا كانت بترضيك كعميل فدي فيبقى في هذا المنتج جودة، أو يوصف هذا المنتج بالجودة. مجموعة الخصائص والمفردات للسلع والخدمات اللي بتعتمد على مقدرتها ان هي قادرة على ارضاء حاجات العميل او ارضاء العميل نفسه، ده ما يسمى بالجودة. ومفهوم الجودة اخواننا واخواتنا لو بصنا له في سلعة فهو مطابقته للمواصفات القياسية الموجودة من هيئة القياس اللي هي الايزو او هيئة القياس والمعايير الدولية اللي هي الانترناشنال ستاندرد اورجانيزيشن. اما بالنسبه لي لو بنبص الخدمه، يبقى مطابقه الخدمه للمستوى اللي انا متوقعه، اصل ما فيش معايير فيها، لا، انا متوقع لما بكون رايح مكان معين تؤدى لي خدمه فيه. مثلا لو انا رايح بنك والبنك ده انا بروح للمره الاولى، فانا ببقى متوقع ان يخدموني بشكل معين. فاذا رحت وتلاقيت ان الخدمة اللي قدموها لي بنفس المستوى اللي انا كنت متوقعه، يبقى في جودة، ولو اعلى يبقى في جودة عالية. انما لو انا تلاقيت ان الخدمة اللي قدموها لي اقل مما كنت متوقع، فده يعتبر مستوى جودة اقل. معنى كده ان عملية تقييمنا للجودة او ان احنا عشان نوصف الجودة، الجودة بالنسبة للسلعة ثوابت، وهي مش حكم شخصي، معايير محددة ومعروفة متعرف عليها عالميا. اما بالنسبة للجودة بالنسبة للخدمة فهي حكم شخصي، يعني انا ممكن اروح لنفس البنك اللي حضرتك رحت له وما عجبكش ويقدموا لي نفس الخدمة بنفس المستوى اللي قدموه لك ويقنعنا، واقول والله البنك ده فيه جودة في اداء عمله، فده حكم شخصي، عشان كده في خلاف ما بين الاثنين. عشان اخطط وانفذ للجودة الشاملة وادارة الجودة الشاملة واطبقها، لابد ان يتوفر هناك تنظيم، يعني هيكل تنظيمي يتناسب مع المنظومة الجديدة، مع مفهوم ونظام ادارة الجودة الشاملة. اعمل هيكل تنظيمي يتضمن وحدة منفصلة او وحدة
تابعة واسمها وحدة إدارة الجودة الشاملة، المعنية بتطبيق وتنفيذ إدارة الجودة الشاملة. ولابد أن يتوائم هذا التنظيم الجديد اللي هو الهيكل التنظيمي زي ما بنقول مع المعطيات اللي من خلالها بنطبق إدارة الجودة الشاملة في المنظمة أو في الشركة بتاعتي. نيجي بقى الرقم 2 من الخطوات، الالتزام الإداري، أن الإدارة العليا تلتزم بالتطبيق وتلتزم بمساندة نظام إدارة الجودة الشاملة. وده بيوصلنا لان هي يجب ان هي تسعى لتغيير الثقافة عند الناس. وكنا بنتكلم من شوية على تغيير الثقافة في موضوع التدريب عشان الناس في الفصل الثالث اللي كنا بنتكلم فيه من شوية، عشان الناس تقتنع بخدمة الزبون. فتغيير الثقافة عادة ما يواجه بما يسمى الرفض او مقاومة التغيير. مقاومة التغيير دايما وردة في اي شيء سيتم تطبيقه لاول مرة او بيتم تطبيقه جديد. لو احنا في الجامعة عندنا حضرتك انت مسجل من اول المستوى الاول، النهاردة انت في المستوى الخامس ومشيت من المستوى الاول للرابع بشكل معين في اسلوب الاداء والمعطيات والمحاضرات والدرجات والتطبيق والكلام ده، وجينا في لحظة من لحظات غيرنا شيء معين منهم، انت مش هتبقى قابل. مثلا لو جيت قلت لك والله ما فيش اختبار، ما فيش واجبات وكله هيبقى في الفاينل، هترفض، مش هتبقى متقبل الامر. بينما لو جربت هتستطيع ان انت تحكم على التجربه وتقول والله التجربه ناجحه ولا التجربه فاشله، وعلى اساسها تقدر ان انت تستمر او ان انت ترفض هذه التجربه. ده شرحنا للثلاث نقاط اللي هم موجود في السلايد ده والسلايد ده. بعد كده عشان تحسن من الجودة اللي عندك محتاج ان انت تعتمد على وجود مجموعة من العوامل اللي ممكن ان هي تحسن جودتك. هذه العوامل اخواننا واخواتنا 8 عوامل تؤدي الى تحسين الجودة. من تلك العوامل ان احنا المفروض نعتمد على دراسة السوق وابحاث السوق. المفروض ان انا احاول اعمل نوع من رفع كفاءة هندسة العمليات، وخدوا بالكم هنا بنتكلم على رفع كفاءة هندسة العمليات، دي اللي بتوصلك لتصميم امثل للمنتج. هندسة العمليات بتوصلك لتصميم امثل للمنتج. كمان شوية في رقم 4 هنشوف رفع كفاءة ايه وهندسة ايه والاخره. من ضمن برضو العوامل ان انت تتم عملية اختيارك الموردين بشكل حرفي عشان تقدر تحصل على افضل المواد واللي ليها جودة او مستوى جودة. رقم 4 زي ما بقول لحضرتك اهو رفع كفاءة هندسة ايه. رفع كفاءة هندسة بقى مين؟ الانتاج. ده عشان تعمل ايه؟ تصميم الاعمال. هناك كانت تصميم المنتج، هنا تصميم الاعمال. خدوا بالكم ما بين رفع الهندستين، رفع كفاءة الهندستين. لازم تطلق ايد ادارة الافراد في ان هي اللي تختار الناس المناسبين وان هي اللي تدربهم وتأمن توفيرهم، عشان دي مسؤوليتها وهي الأدرى وهي الأقرب لهذا المجال، فيجب ان هي تكون مطلقة اليد في ذلك. إدارة الانتاج كمان ادي لها يدها او ادي لها فرصتها ان هي تطبق ما عندها كمان من علمها او من مجالها اللي هي تتحمل مسؤولية ان هي تجيب لنا المواد الخام، لان هي اللي هتنتج بيها، فهي اللي عارفاها وهي اللي بتبقى اقدر الناس باختيار المواد الخام او المواد اللي احنا نشتغل بيها. لازم ان احنا نعتمد على عمليات الفحص، وعمليات الفحص دي يا اخوانا ان احنا بنشوف الوحدات بتاعتنا معيبة ولا فيها اي ديفيجن او فيها اي اختلافات، علشان ما يطلعش عندي وحدات معيبة، لان دي بتؤثر على سمعة الشركة. حاول ان انت تخدم المستهلك بتاعك بالشكل المناسب ليه. نص الفصل كده خلص، وزي ما قلت لكم هو في نمرة واحد بس اللي هي كانت الجودة ومفهوم إدارة الجودة الشاملة. هنخش على الثلاث نقاط الباقيين، هياخدوا نص الفصل، يعني شوفوا دول الثلاثة قد ايه ودول قد ايه. موضوع مطابقة التوريد مع الطلب، هو خلينا نتفاهم بس الاول شوية. احنا بنعتمد على البرمجيات وزي ما قلنا قبل كده في الفصل الاولاني،
وفي الفصل الثاني أن البرمجيات النهاردة سهلت من عمل سلاسل التوريد. في برمجيات كتير في المجال، من ضمنها سيجما اكس ال و سبلاي تشين بريف، يعني عدة أشكال، ولكن الأثقل والأشمل والأعم وهو برنامج شامل وجامع مش للسبلاي تشين بس، ولعدة مجالات مختلفة اللي هو الساب. ولو حد في حضراتكم من اللي بيعملوا من موظفين المواصفات بيعتمد في الشركة بتعتمد على الساب وهو بيتعلمه أو هو بيتقن ده، ياريت يقول لنا مزايا التعامل معه ايه، وحتى لو بعت بالايميل يعرفنا مزايا التعامل مع الساب ايه ويكلمنا فيه، وربما ان احنا نعرض رأيه على البلاك بورد للزملاء الباقيين من الشعبة او المستوى، ونعمل فيها نوع من الاثراء للجميع. لان انا اعلم جيدا ان في عديد من المؤسسات المحترمة الكبيرة هنا في المملكة بتعتمد عليه، وفي المنطقة الشرقية تحديدا كمان. قلنا بالنسبة للبرمجيات اللي بنتكلم عليها دي خلتنا بنوصل كل طرفين في السلسلة. كل طرفين في السلسلة او كل الو او كل منظمتين ورا بعض بشكل ايسر، والمورد بقى بيوصل للمصنع البضاعة بتاعته او المادة الكام بتاعته اللي بيعتمد عليها في التصنيع بسهولة وبيسر وبسرعة وفي توقيتها، فاصبح ما بيعتمدش على كميات كبيرة من المخزون. هذه الكميات المخزنية بنسميها الموجودات. الموجودات دي تشمل اي حاجة موجودة جوه المخزن، قيمة او كمية، يعني لو بصنا لها بالفلوس او بصنا لها بالوحدات مفيش مشكلة، كلها من مواد خام، اجزاء، وحدات، مفردات استهلاكية او مواد تحت الصنع، دي كلها تعتبر بالنسبة لنا موجودات. طالما احنا بنتكلم في الموجودات، وبعد اذن حضراتكم خدوا بالكم من الجزئية دي كمان، لان فيها فعلا اسئلة فعلا في الميدترم، وممكن اقول لك ايه التصنيفات من حيث الاهمية ومن حيث كذا ومن حيث كذا، وحدي لك اختيارات. تصنف الموجودات المخزنية ثلاث تصنيفات رئيسية، من حيث الاهمية ومن حيث القيمة ومن حيث الطلب. من حيث الاهمية يعني هي مهمة ولا مش مهمة، فعندي في داخلها ثلاث انواع، ثلاث تصنيفات، في مفردات حيويه وفي مفردات احتياطيه وفي مفردات مساعده مش فاهمينهم. الحيوي اللي بيمثل النسبه الكبيره جدا من انتاج المنتج، مثلا لو المنتج مثلا بصينا له على انه 100% من الماده الخام، 80-90% منها من المفردات الحيويه دي، عشان كده بنسميها مفردات حيويه، اللي بيقوم عليها البناء الاساسي للمنتج بتاعي. اما المفردات المساعده اللي هي رقم 3 تحت مش 2، 3 تحت، فدي اللي بتساعد في الانتاج وليست هي الاساس، اللي هي 10-20%. طب امال ايه المفردات الاحتياطية اللي هي تعتبر بديل للحيوي او المساعد في حال عدم توفره؟ التصنيف الثاني زي ما قلت لحضراتكم حسب معدلات الطلب، يعني هو بنطلبه بنسحبه من المخزن قد ايه، مش الطلب في السوق. احنا هنا نقصد الناس اللي واقفين في المصنع اللي بينتجهم، اللي واقفين على عملية الانتاج، بيسحبوا من المادة الخام دي قد ايه كل شوية، كل ساعة، كل يوم، كل شهر، ايا كان المدة. ففي وحدات او مواد بتبقى معدلات الطلب عليها عالية جدا، وفي معدلات طلب منخفضة. معدلات الطلب العالية جدا دي زي الحيوية هناك، اما المنخفضة فطبعا دي زي المساعدة. التصنيف الثالث والاخير نظريا بالنسبة لنا هو تصنيفها من حيث قيمتها، تمنها. فلما نيجي نتكلم على القيمة، على التمن، في غالية او باهظة التمن او قيمتها عالية، وفي قيمتها متوسطة، وفي قيمتها منخفضة او رخيصة او تشيب وان، اللي هي بتبقى
الوحده الوحدات اللي تمنها منخفض جدا. عموما بالنسبه للمجموعات اللي هي الغاليه والمتوسطه والرخيصه سموهم ABC او ABC system، اللي هي احنا عندنا بالعربي الف وب وجيم، ثلاث مجموعات. الثلاث مجموعات الف اللي هي الغاليه، ودي دايما بتمثل تقريبا ما بين 60-70% من المخزون اللي عندي. اما بالنسبة للنوع الثاني اللي هو المتوسطة الثمن تمثل حوالي 20-30%، اما المنخفضة الثمن فيتمثل ما بين 10-20%. طب عظيم، جميل جدا الكلام ده، حلو قوي. بالنسبة بقى لي اذا كان عندي المفردات رخيصة اللي هي 10% و20%، انا عايز بس اكد بحضراتكم، ممكن يجي السؤال هنا ازاي، عشان الحتة دي بيجي فيها اسئلة كتير يا اخواننا واخواتنا. خدوا بال حضراتكم من النسب 60-70 و20-30. يعني انا ممكن اجي اقولك ان المجموعة الف هي المفردات ذات القيمة العالية الباهظة والتي تشكل عادة 65-70% من القيمة الكلية المخزون، يبقى ده خطأ. مش هطلب من حضرتك التصحيح، يا صح او خطأ يا اما اختياري. وممكن اجي اقول لحضرتك هي المفردات ذات القيمة العالية الباهظة والتي تشكل عادة 60-70% من القيمة الكلية للمخزون، واجيب لك الاختيارات: مجموعة الف، مجموعة باء، مجموعة دال، مجموعة الف، مجموعة ب، مجموعة جيم، والاجابة الرابعة لا شيء مما سبق او كل ما سبق او الاخير ايا كان. فده يا اخوانا ويا اخواتنا محتاج من حضراتكم ان انتوا بس تاخدوا بالكم من النسب دي كويس ومفهوم المفهوم. ما بقولش نيجي للرسمة دي. هو هنا في الرسمة زود لنا اتنين اللي هي الاخرى وتطبيقات الانتاج، ولكن تطبيقات الانتاج دي هي الموجودات اللي كنا بنعرفها من شوية. لما كنا بنعرف الموجودات من شوية قلنا مواد اولية واجزاء ومواد تحت الصنع ووسائل عن ايه، مش ده اللي قلناه؟ فتبقى طبقا للانتاج، اما الاخرى مواد احتياطي وغيار وصيانة واستهلاكي، مش مشكلتنا. انا مشكلتي فين؟ السؤال ده هنا انا عايز الرسمة دي، بالنسبة لي مهم. هذه الرسمة ممكن اجيبها حضراتكم في سؤال، تقول لي ازاي اجيب رسمة اختياري. انا ممكن يا اخوانا اسمعوني كويس قوي، اجي الجزئية دي اغطي الجزئية دي واجيب لك بلانك ابيض واحط لك عليها علامة استفهام واسيب دي ودي 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 ابيض، واجيب لك اربع اختيارات، الاربع اختيارات هي الاهمية واخرى ونظام اي بي سي والنمط الطلب وتطبيقات الانتاج، خمس اختيارات اهو، قول لي دي اسمها ايه. فحضرتك لازم تبقى عارف، وانا مش هسألك في اللي جوه ده اللي هي المفردات اللي جوه الصغيرة دي، مش هتحفظها ولا انت، بس حضرتك مطلوب منك او من حضرتك ان انت تبقى عارف العنوان اللي هنا اللي هنا اللي هنا واللي هنا واللي هنا. الرسومات اللي زي دي يا اخواننا اللي انا راسمها بايدي دي هي المفروض اللي حضراتكم مطالبين بيها، وانا اكدت على الرسومات دي في الفصول السابقه، وفي الفصل الثالث من شويه كان في عندنا رسمه خاصه بالربحيه والمنافع اللي انا كنت بشرحها دي اللي هي بتاعه القيمه المضافه، برضو خدوها في حسابكم ان شاء الله. مستويات مصادر المعلومات والتوريد، هنا يعتبر بالنسبة لنا من بعيدا عن ده شوية كده، معلش اخواننا واخواتنا، عايز بس افكركم بحاجة كنا خدناها في المستوى الثاني في مبادئ الادارة. احنا عندنا ثلاث مستويات من الادارة، في الادارة العليا او بنسميها الادارة الاستراتيجية، وفي الادارة المتوسطة اللي بنسميها الادارة التكتيكية، وفي الادارة الدنيا اللي بنسميها الادارة التنفيذية. طبعا الناس دي لما بنيجي نجمع لهم معلومات وبندي لهم معلومات، ما بندي لهمش المعلومات كلهم زي بعض، بدي للإدارة العليا معلومات بنسميها معلومات استراتيجية. ليه؟ لأن الإدارة الاستراتيجية أو الإدارة العليا هي اللي بتاخد قرارات استراتيجية، فيجب أن يتوفر لها معلومات استراتيجية. وكذلك الإدارة التكتيكية ببعت لها ما يسمى بالمعلومات التكتيكية، والإدارة التنفيذية اللي هي الدنيا بنبعت لها معلومات بنسميها المعلومات التنفيذية، عشان هي بتاخد قرارات تنفيذية على قدها. انت بتفكرنا بده ليه؟ علشان هنا
احنا بقى بالنسبة لمستويات مصادر التوريد هنجيب توريد منين؟ عندنا مصدرين، لان انا عندي صنفين اساسيين في التصنيف ده اللي هو خاص بالمواد اللي عندي او المواد اللي انا هشتريها، في مستوى استراتيجي وفي مستوى تشغيلي. المستوى الاستراتيجي بتاع التوريد ده بيرتبط بالإدارة العليا، مين اللي بيقوم بيه؟ بياخد القرارات دي، بياخد قرارات الشراء الاستراتيجية دي الإدارة العليا. دايما قرارات الإدارة العليا هنا قرارات طويلة المدى اللي هي قرارات استراتيجية، وبترتبط بنوعين من المفردات. النوع الأولاني من المفردات بنسميه المفردات الاستراتيجية. بصوا يا اخواننا، هي المفردات الاستراتيجية اللي انا مظللها دي. المفردات الاستراتيجية دي لها صفتين عشان ما تنسوش. الصفة الأولى انها تحقق معدلات ربحية عالية، الصفة الثانية ان هي معدل المخاطرة بتاعها عالي للمورد. أما النوع الثاني غير المفردات الاستراتيجية فهي ما تسمى بالمفردات نقطة الاختناق. مفردات نقطة الاختناق أو مفردات حرجة. مفردات نقطة الاختناق أو مفردات حرجة. وبرضو لها صفتين. معدلات الربحية بتاعتها دنيا صغيرة قليلة، أما معدل المخاطر بتاعها فهو عالي. يعني خدوا بال حضراتكم ان النوعين دول بيتساوم او بيبقوا متشابهين في معدل المخاطرة. هنا معدل المخاطرة عالي للمورد، وهنا معدل الخطر عالي للتوريد او للمورد. اما بالنسبة للربحية فمختلفة. المفردة الاستراتيجية ربحيتها عالية، اما المفردة اللي هي بتاعت نقطة الاختناق او الحرجة فالربحية بتاعتها منخفضة. يتبقى ان الجزء اللي جاي اللي هو المستوى التشغيلي. المستوى التشغيلي يا اخوانا مرتبط بقرارات تشغيلية، مستوى إداري أدنى، ومفرداتها النوع الثالث من المفردات غير حرج. يبقى احنا كان عندي من شوية مفردات استراتيجية ومفردات غير حرجة أو نقطة اختناق. المفردات حرجة اللي هي نقطة الاختناق، النوع الثالث غير حرجة. طب خصائصها ايه؟ معدلات ربحية عالية ومستويات المخاطرة متدنية. يبقى هي بتختلف عن الاتنين اللي فاتهم في ان مستوى المخاطرة بتاعها متدني، اما الاتنين التانيين كانوا مستوى المخاطرة بتاعهم عالي. وبتتماثل في الربحية العالية مع الاولى الاستراتيجية. طيب علشان اتعامل مع الموردين واخد القرارات دي اجيب مصادر معلوماتي منين؟ من نفس الشكل. مش احنا عندنا مستوى مصادر توريد في استراتيجي وفي تشغيلي، اهم هجيب معلوماتي او حدي معلومات استراتيجية للمجال الاستراتيجي او للمستوى الاستراتيجي، وحدي معلومات مرحلية او تشغيلية للمستوى التشغيلي او المرحلي. المصادر المعلومات بتاعت القرارات الاستراتيجية بتهم المستويات العليا في المنظمة، اما مستويات المعلومات القرارات المرحلية فبتهم المستوى الادنى في المنظمة من الادارة. طيب معلوماتك اللي انت بتقول عليها الاستراتيجية ومعلوماتك اللي انت بتقول عليها ان هي تشغيلية او مرحلية بتجيبها منين؟ في خمس مصادر مذكورة قدام حضرتك، هم دول كل المصادر؟ لا، في كتير، كفاية دول. مصادر معلومات قد تكون بجيب معلوماتي من ان انا احلل الظروف بتاعت السوق، او احلل الاتجاهات، او اقيس معدلات اداء المورد، او اعمل تقييم او تقدير للمورد، او ليه اجيب معلوماتي من مصادر التوريد نفسها، يعني من المورد نفسه. اخر نقطة بالنسبة لنا هنا اللي هي رقم رابعا، اختيار السعر المناسب للشراء. واختيار السعر المناسب للشراء يا اخواننا واخواتنا لابد ان يكون سعر عادل. لابد ان يكون سعر عادل. هذا السعر العادل مهم جدا. في سؤال جاني هنا، دكتور المحاضرة المسجلة رقم 7 و 8 لم ينزلوا عندي، انا رسلت الدعم الفني لكن لم يتم الرد. بصوا اخواننا واخواتنا، مفيش اي مشكلة ومفيش حاجة ناقصة، ولكن احنا مشينا للمحاضرة السادسة لغاية قبل
لغايه قبل المحاضره المباشر الاولى. فالمحاضره المباشره الاولى بنعتبرها بمحاضرتين في ترتيبنا، بنعتبرها بمحاضرتين، وعشان كده تبقى هي ترتيب المحاضره المباشره الاولى هي ترتيبها رقم 7 و8 في الترتيب العام. بعد كده رحت انا منزل المحاضرات المسجله رقمت 9 10 11 12. المره الجايه هتلاقي ان 13 14 دي مش موجوده عشان المحاضره الثانيه البث المباشر اللي هي بتاعت النهارده دي، مش هتلاقي 13 و14، هتلاقي بقى ايه 15 16. يعني كل محاضره من محاضرات البث المباشر بتاخد ترتيبها باتنين، لان احنا الاسبوع عندنا فيه محاضرتين كل محاضره ساعه ونص زي ما حضراتكم عارفين. فلما احنا بندي في الاسبوع بتاع البث المباشر مره واحده، فالمره الواحده دي بنعتبرها برضو بمحاضرتين، فبالترتيب يبقوا احنا مشينا من 1 ل 6، ثم المحاضره بتاعت البث المباشر الاولى خدت 7 و8، ثم مشينا 9 10 11 12. محاضره البث المباشر دي اللي بنشغلين فيها دلوقتي هي 13 و14، هينزل لحضرتك بعد كده المحاضره رقم 15 16. ده بالنسبة للمحاضرات بس عشان الترتيب محدش يبقى فيه مشكلة بالنسبة له في موضوع الترتيب. أشكرك على سؤالك وسؤال مهم، ولكن موضوع المحاضرات ده وترتيب المحاضرات يهمني أنا، أو أنا اللي ممكن أرد على حضرتك فيه مش الدعم الفني، هم يعني ما عندهمش علم بأن أنا برقم محاضراتي بتوقيني إزاي. نيجي للسعر، قلنا السعر يعتبر المفروض اللي انا بدور عليه دايما يفضل ان يكون السعر العادل، والسعر العادل هو اللي بيرضي الطرفين البياع والمشتري. عادة السعر هو قيمة السلعة اللي احنا بنبيعها بس بوحدات نقد، يعني بالريال او بالجنيه او بالدولار. السعر معناه ممكن من وجهة نظر بقى اللوجستيات وسلاسل التوريد، ان ممكن ان انت كمشتري بتبعت طلب تسعير لمورد واثنين وثلاثة، بيبعتوا لك الأسعار فأنت بتفضل ما بين هذه الأسعار، فده اللي بنسميه برضو عملية التسعير. التسعير قد يكون أحيانا مؤثر على مرونة الطلب، وده بيحصل إن هو بيخفض من مرونة الطلب أحيانا إذا حدث إن كان في بدائل قليلة. يعني إيه بدائل قليلة؟ ما فيش موردين كتير، فلو هم رفعوا اسعارهم مضطر ان انت تشيل من عندهم، مش هتقلل. ليه؟ لان ما فيش غيرهم. بعض الناس ممكن ما بتاخدش قرارات سريعه، وبعض المشترين برضو ما بيقدرش يدخل في اسعار عاليه فبيتوقف عن العمل او يتوقف عن النشاط. اتفاقيات السعر، ودي النقطه الاخيره بالنسبه لنا، المورد وهو بيتفاوض مع المشتري هياخد في حسابه ايه؟ المورد هياخد في حسابه مجموعة من الامور، هو وضع السوق ايه، وهو هل هو بيحتكر ولا لا. لان كل لو هو كان بيحتكر هيرفع السعر زي ما هو عايز، هيتحكم في السعر زي ما هو عايز، انما لو كان في غيره بيبيع فيضطر انه يمشي زي غيره. هل الطلب على السلعة او المنتج اللي انا ببيعه طلب كتير ولا طلب قليل؟ لو طلب كتير برضه نقدر يعني ايه اتمسك في السعر شوية، انما لو الطلب قليل وعايز ابيع اللي عندي فمضطر ان انا اتهاون مع المشتري شويه. اشوف مستوى السوق، مستوى السوق يعني هو البيع في السوق كتير والبيع في السوق قليل، المنافسين اللي بيبيعوا زي او المنافسين اللي بينافسوني بيبيعوا زي باسعار قريبه، ما ينفعش ان انا ابعد عنهم او ابقى زياده عنهم. لو انا اقل ماشي حلو، انما ابقى زياده عنهم وبكتير صعب. برضو احيانا بيجي له عروض بيبقى عايز ان هو يمشيها. القيمة الاقتصادية للمشتري في الأمد الطويل دي يا اخواننا واخواتنا مهمة قوي. لو جاتني طلبية عندي بضاعة 1000 وحدة، 1000 كيلو من المنتج الفلاني أو من المادة الخام الفلاني، جاتني طلبيتين، طلبية عايزين 1000 كيلو وطلبية عايزين 1000 كيلو. الطلبية اللي عايزين 1000 كيلو بيقول لي احنا عارفين إن أنت بتبيع ب 100 ريال بحولنا ب 90 من المشتري ألف. والطلبية التانية قالت لنا ايه، انا عارف ان انت بتبيع من 100 بس احنا هنشتري ب70، والطلبية كانت جاياني من شركة مثلا ارامكو. ابيع لمين؟ لارامكو. يكفي ان انا اقول ان انا بشتغل مع ارامكو يخلي الناس كلها تيجي تشتري من عندي، فده معنى القيمة الاقتصادية للمشتري. ما هو لو كانت المشتري بتاعي ارامكو اكيد الامر بالنسبة لي يختلف تماما. اخر حاجة بالنسبة لنا اللي هي المشتري بقى بياخد في حسابه ايه، بيحط في حسابه موقفه ايه في السوق.
عمليه المخاطره وهو بيشتري، هل في موردين غير اللي انا بشتري من عنده ولا لا، عشان انا ممكن اجيب المنتجات بتاعتي من عندهم ولا لا، هو بيبيع بسعر، طب المنافسين بتوعه بيبيعوا باسعار شكلها ايه، انا بحصل على قيمه من خلال السعر اللي انا بحصل عليه، وكمان الفتره الزمنيه اللي احنا بنبيع فيها قد ايه، لان السعر بيزيد، فانا لو كنت بخلص النهارده اخد بسعر النهارده افضل من سعر بكره. كده انا انهيت مع حضراتكم مراجعه الفصل ده، وفتره محاضرتنا انتهت. لو في اي استفسار لغايه مده، لان انا شايف ان محدش فيكم اتصل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام اخوك احمد الموسى، الله يبارك فيك. اهلا وسهلا يا استاذ احمد، ازي حضرتك يا حبيبي؟ حياك الله يا دكتور، الله يسلمك. ربنا يبارك فيك يا استاذ احمد، تفضل دكتور. انا عندي استفسار اول شيء، والشيء الثاني في برضه سؤال. الشغله انت في المحاضره السابقه انا طلبت منك انك تقدم لنا نوعيه على كل فصل من الاسئله تساعد على تثبيت المعلومه عندنا، وانت قلت لي ان شاء الله حتسوي لنا قدام، بس ارجو انك ما تنسى الموضوع هذا. الله يبارك. طيب بص يا استاذ احمد، معلش يعني تفضل. انا وانا بشرح دلوقتي في المحاضرات البث المباشر تحديدا المره اللي فاتت المره دي، انا بقول شكل الاسئله شكلها ايه. صحيح. يعني ممكن يجي هنا كذا، ممكن يجي هنا كذا، ممكن هنا كذا، انها عشان انزل دي، يعني انا زي ما قلت لك انا هنزل ماشي شويه اسئله ومجموعه اسئله محترمه، عدد كبير من الاسئله، بس مش دلوقتي، يعني كل حاجه ليها ميعاد. معلش يا استاذ احمد، ليها ترتيب. يعني لو تتكرم علينا باسئله حتى لو كانت نوعيه بسيطه، يعني بحيث انها تثبت المعلومه للفصل نفسه، يعني مش الهدف الكثره في الاسئله بقدر ما هي تثبيت المعلومه للحياه العمليه نستفيد منها. طب يا استاذ احمد، انا بقول لك انا كل فصل وانا بقوله دلوقتي بقول يجي هنا سؤال بالشكل الفلاني. نعم ماشي. فتنجيل بقى في ده هيحصل ان شاء الله، انا وعدته مش هخالف، بس يعني اديني فتره بس ليها. اتفضل السؤال الثاني يا استاذ احمد. عندي سؤال دكتور بالنسبة لسلسلة التوريد. تفضل. المتعارف عليه ان الشركات او اللي هم المنتجين من بداية شرائهم للمواد الخام ثم تصنيعها ثم هذه العملية بتوفر وقت عنده، وبتوفر جهد كبير، وبتوفر زي ما تفضلت انت واستفدنا منك الكثير، الله يجزاك خير. ربنا يبارك. الفكرة الرئيسية كم انا يخيل لي ان هي العمليه تكون بعمليه اني انا كم مره ادور هذا المنتج، يعني اصنعه وادوره بحيث اني استفيد من راس المال هذا وادوره خلال السنه كم مره، كيف تحسب الطريقه هذه؟ يعني كيف تحسب طريقه التدوير؟ ايوه، يعني هم على اساس يعتمدوا على في حاجه اسمها معدل دوران المخزون، في حاجه اسمها نعم. معدل دوران المخزون، وده في الاداره الماليه، يمكن في مبادئ الاداره الماليه اكيد درستوه. صحيح. وفي معدل دوران البضاعة اللي هو تمة الصنع، يعني كل ما كان المعدل بتاعك كبير، يعني مرة واثنين وثلاثة، عددهم خمسة ستة، كل ده ما دل على ان انت عندك تدوير اعلى، كل ما دل على ان انت بتحول المادة الخام لمنتج، والمنتج الى نقدية، والنقدية تحول الى مادة خام تاني. ما هي دي الدورة كاملة، ده معدل دوران كامل. تمام. يعني دكتور هي تحسب هي من بدايه الامر يحسبوها انه انا عاوز ادور هذا راس المال ثلاث مرات اربع مرات خمس مرات؟ والله في شركات بتعمل بهذا الوضع، وفي شركات بتسعى الارقام، يعني يقول لك انا عايز ادوره في السنه اربع مرات، ده اساسي، وخاصه في الانتربرينورشيب، يعني في المشروعات الخاصه، في المشروعات الصغيره، بيبقى هو حاطط عايز يدور اكتر مرات، عدد مرات اكتر. انما بالنسبه للشركات الكبيره بتبقى مكاسبهم في حاجات مختلفه كتير، يعني في مجالات كتير ممكن يتعدد فيها بالمكاسب بتاعته. والله يخيل دكتور سلسله التوريد من الاشياء المهمه جدا، يعني انا صراحه غايبه عني كانت، الله يجزاك الف خير انت توضيحك للماده، وشاكرين ومقدرين افضالك يا دكتور. الله يبارك فيك يا حبيبي. انا فعلا ماده مهمه. والله انت حضرتك بتشتغل فين يا سوزان؟ انا اشتغل في شركه تكييف، انا مدير تنفيذي في شركه تكييف. عظيم. غير ذكر الاسماء. طيب انتم عندكم اكيد سلسله توريد محترمه، يعني عندنا سلسله توريد محترمه. نعم صحيح. عظيم. فطيب واذا كان عندك كده، ده انت عندك المدير نفسه بتاعها، هتقعد معاه هيقول لك احسن من اللي انا بقوله بكتير. خد بالك اللي انا بقوله نظريا ده محتاج لتطبيق. النهارده احنا بالنسبه لطلبه الكليه بنبعتهم يطلعوا يطبقوا بره، وببعتهم بتفق مع شركات معينة، عن بس شركات تكون كبيرة فيها سلسلة توريد محترمة وحاجة،
بعتهم يعرفهم ويقعدهم وياخدوا محاضرات هناك من البروفيشنال اللي هو المدير التوريد نفسه وسلسله التوريد نفسه، وبيمر على السلسله ممكن يكون مره واثنين وثلاثه اثناء الترم عشان يستوعب احنا بنقول ايه. فانت بسم الله ما شاء الله انت موظف في مكانك، ممكن ان انت تتابع مع المدير نفسه بتاع الشركه. انما لو حضرتك احتجت لقراءات اضافيه او لموضوعات يعني، بس هيبقى انا عندي غالبا معلش سامحني انجليش، او لاي حاجه انا ما فيش مشكله ابعت لي ايميل وانا اوضح لك وانا او انا يعني اضيف لك يعني فيها. الله يجزاك الخير يا دكتور، انت وضحت وثبتت المعلومه. احنا في الحقيقه في اشغالات كثيره ناخذها في حياتنا العمليه لكن ما نعرفها علميا، الان بالزبط. الفكره بتوضح اكثر. ربنا يبارك فيك، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك. الله يجزاك الف خير. شكرا دكتور. طبعا يعني على فكره الاستاذ احمد موسى من الناس المجتهده جدا، وايميلاته باستمرار يعني بتبقى بيناقش في موضوعات هامه ومحدده وواضحه، وواضح ان هو دؤوب جدا في عمله، وربنا يكرمه ان شاء الله، واتمنى له كل التوفيق هو وانتم. انا شايف ان مفيش اسئله تاني، طب اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.